في الدرس ده هنتكلم بمقدمة بسيطة عن عن الدروينج والموديفاينج، اللي هي أوامر الرسم والتعديل. عموما الأوتوكاد بيتيح لك كمستخدم عدد كبير جدا من الأوامر اللي هي بيسميها البرنامج كوماندز. من الغريب إن هتلاقي نفسك بتستخدم 20% من الكوماندز بتاعة الأوتوكاد، لكن من الجميل إن هتلاقي 80% من الوقت اللي انت بتقعده على البرنامج انت مستفيد بيه بنسبة 100%، مش هيضيع اكتر من 20% من الوقت اللي انت بتقعده على البرنامج. دي قاعدة عامة معروفة في البرنامج، بس ده في حالة لو انت داخل لك هدف محدد هتعمله على البرنامج. هبدأ دلوقتي في ان اقدم لك اشهر الاوامر المستخدمة اللي هتبدأ تستخدمها مع بعض اوامر الموديفاي اللي هي هنا. دي اوامر الموديفاي واشهر الاوامر اللي البرنامج بتستخدمها بتاعت الرسم، يعني دي اوامر الرسم هنا واوامر الموديفاي في الجزء ده. فهنبدأ ان شاء الله مع ان احنا نستخدم بعض الاوامر اللي هنا مع اوامر التعديل اللي هنا، وده هيكون دافع ليك او افضل اسلوب على ان انت تنتج رسومات توضيحية بسرعة عالية جدا. اقدر اقول ان كل الاوامر اللي هتستخدمها وانت بتستخدم برنامج الاوتوكاد هتكون على علم بيها بنسبة 100% بعد انتهاء الليفل الاول ده. من النقط المهمة برضو ان نفتكر دايما ان الاوتوكاد متوقع منك انك هتدي البيانات اللي هو محتاجها بترتيب معين دقيق جدا علشان يعمل الامر اللي انت عايزه. من اكتر الاشياء المحبطة للأسف في تعلم البرنامج انك هتفتح البرنامج علشان تحاول تعمل حاجة معينة، فالبرنامج يعمل مفاجأة جميلة وما يرضاش يسمع الكلام وما يعملش اللي انت عايزه. ببساطة ده معناه انك بتدخل معلومات للبرنامج في الوقت الغلط والمكان الغلط او الترتيب الغلط، وده السبب الاكيد والكبير، وده من اغلب الحالات اللي تستخدم البرنامج. طب اتجنب الحاجة دي ازاي؟ من اهم الامور علشان اتجنب كده، او هو الامر المهم جدا علشان اتجنب ان ده يحصل، انه حتى للمحترفين في البرنامج لازم عينك دايما عند كل امر هتعمله. كل امر هتعمله لازم دايما تبقى شايف الكوماند لاين اللي احنا اتفقنا عليه، واتفقنا ان احنا في المصطلحات الترمينولوجي ان هو ده الكوماند لاين. لازم دايما عينك تبقى على الجزء ده، لانه زي ما اتفقنا قبل كده ان الاوتوكاد بيستخدم الجزء ده علشان يعرفنا ايه المعلومة اللي هو محتاجها علشان يعمل الامر اللي انت طلبته. المهمة الاولى لينا هتكون ان احنا نستخدم اوامر الرسم بالتزامن مع انظمة الاحداثيات اللي هي الكوردينيت سيستم اللي اتعلمناها في الدرس اللي فات، سواء كانت WCS اللي هي World Coordinate System او اليو سي اس اللي هو لو عملنا تعديل على الدبليو سي اس بتبقى يو سي اس، يعني بدل ما هي وورلد كوردينيت سيستم بتبقى يوزر كوردينيت سيستم. ودي المهمة الاساسية هي من الدرس ده، لكن من المهم جدا ان احنا نفهم ازاي ندي البرنامج المعلومات اللي هو محتاجها بدقة اللي تخليه يعمل الامر بطريقة صحيحة ودقيقة.